بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي مستمعي ومشاهدي قناة حلب اليوم، نرحب بكم في هذه السلسلة الجديدة بعنوان فكر وثورة، لنتناول عدد من القضايا التي تهمنا، تهم الشأن السوري في هذه الثورة السورية المباركة، لعلنا نضع أيدينا على مواطن الجرح ونعالجها من خلال النصوص والقواعد الشرعية إن شاء الله تعالى. في لقائنا الأول هذا نتناول موضوعا هو في غاية الأهمية وبعنوان الدروس البدرية في الثورة السورية. نعيش مع ظلال سورة الأنفال، لنقف مع بعض الآيات التي نعيشها الآن وكأنها تتنزل علينا تعيش واقعنا. اخترنا هذا الموضوع للتثبيت، فقد طالت المعركة وربما تسلل اليأس والقنوط إلى بعض القلوب، وكلنا بحاجة إلى هذا التثبيت، وخير التثبيت ما كان بكتاب الله تعالى. كيف لا وقد قال الله تعالى لحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا التثبيت، كيف لا نحتاج إليه نحن؟ جاء يا إخوة في بيان الحكمة في تنجيم القرآن، جاء قول الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تعالوا لنعيش مع هذه الآيات في ظلال سورة الأنفال وكأنها تسجل الدروس لواقعنا. يا إخوة، هذه الآيات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم لتسجل تلك الدروس أو تلك المراحل من مراحل السيرة النبوية، هي لم تأتي فقط لتلك المرحلة من الزمان، وإنما جاءت لتسجل دروسا خالدة لهذه الأمة إلى يوم الدين، وقد جاءت الأيام التي احتجنا فيها بالفعل إلى هذه الدروس. يا إخوة، الدروس كثيرة، لكن أنا أريد أن أقف مع أهم الدروس التي نحتاج إليها الآن. تجد في مطلع السورة أن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، إلى آخر الآيات. لماذا بدأت السورة بالحديث عن الأنفال؟ لماذا قالت فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ ما الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتاجوا إلى مثل هذا الخطاب؟ أن هناك إذن مشكلة، هناك تنازع، هناك خلاف بين أصحاب رسول الله. باختصار يا إخوة، الذي حصل تنازع على الغنائم والأسرى وموضوع المفادات بالأسرى. إذا كان هناك تعلق أو كان هناك طمع، نعم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم بشر، وربما نظروا إلى الأمور بمنظار الجاهلية، أي بمنظار اعتادوا عليه من قبل، أن الحروب إنما تكون للغنيمة وهذه المطامع ونحو ذلك. فأراد الله تعالى أن يخلص قلوبهم من التعلق بهذه المطامع وبهذه المغانم. أراد الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء، في أول لقاء من نوعه بهذا الحجم مع معسكر الكفر والشرك في الجزيرة، أراد الله تعالى أن يكون جهادهم خالصا لله تعالى. والدرس الذي نحتاجه نحن يا إخوة، أن كثيرا من الإشكالات والمنازعات الواقعة الآن بين الثوار والمجاهدين مردها إلى أمر الغنائم. وللعلم فإننا نتبنى قول من قال من أهل العلم الثقات في أيامنا هذه أن ما يغنمه المجاهدون الآن هو ليس غنيمة على الحقيقة، هذه أموال الأمة اغتصبت، وكل قتال داخلي بين المسلمين أو في بلاد المسلمين بالأحرى لا تكون فيه غنائم، فهذه ليست غنيمة على الحقيقة، إنما هي أموال الأمة ردت للأمة، فهي بمثابة الملك العام أو بمثابة الأمانة في يد هؤلاء المجاهدين، ليس لهم أن يأخذوا منها إلا بقدر الحاجة. تعالوا إلى الدرس الثاني. الله تعالى يقول:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كملوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. أريد أن أقف هنا يا إخوة قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه رضي الله عنهم من المدينة لطلب القافلة ولم يخرج ابتداء لقتال. الذي حصل أن أبا سفيان وطبعا كان هو قائد القافلة ولم يكن أسلم بعد استطاع أن ينجو بالقافلة وكان قد أرسل إلى قريش يستنفرها لحماية تجارتها وقافلتها وبالفعل استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة وجاء جيش قريش ووصل جيش قريش إلى بدر ووصل جيش المسلمين إلى بدر لأمر قدره الله سبحانه وتعالى. لأن أخوانا هذا الموقف يسجله الله سبحانه وتعالى لنا قال وتودون أن غير ذات الشوكة. طبعا ليس بالضرورة أن الجميع لكن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله لا يريدون قتالا ولكن الله تعالى يريد أن يكون قتال والحكمة في ذلك واضحة. قال وتودون أن غير ذات الشوكة ويريد الله أن يحق الحق بكلمات التقدير يريد الله تعالى أن يكون قتال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر الكافرين بقتال وشوكة. الدرس الذي نستفيده يا إخوة وكلنا نعلم أن هذا الشعب يوم أن ثار على هذا النظام المجرم الظالم ثار ثورة سلمية في أول الأمر وظن الناس وظننا أن هذه الثورة السلمية يمكن أن تحقق نتيجة مع هؤلاء المجرمين الظلمة ولكن يأبى الله إلا أن يقمع هؤلاء وأن يقطع دابرهم بقتال وشوكة فكان القتال وكانت الشوكة. إذن يا إخوة هو أمر يريده الله سبحانه وتعالى هو أمر يدبره الله سبحانه وتعالى ويهيئ أسبابه وهذا الذي كان. لاحظوا يا إخوة أن الآيات تنزلت على أصحاب رسول الله تعيدهم بالنصر ومع ذلك كان مثل هذا التردد لكن حكمة الله تعالى غالبة وإرادة الله تعالى غالبة فكانت الموقعة وكان القتال وسمى الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم يوم الفرقان ليقتل فيه 70 من سادات المشركين فكان يوما عظيما من أيام الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يعجل لهذه الأمة بفرج ونصر وأن يعجل لهذا الشعب بنصر على هؤلاء الظالمين المجرمين. تعالوا إلى درس آخر. تقول السورة والخطاب هنا موجه لكفار مكة إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما هذا الخطاب وماذا أرادوا وماذا قالوا وما علاقتنا بهذا يا إخوة؟ الذي حصل أن كفار مكة كانوا كعادتهم إذا خرجوا لقتال قال يذهبون إلى الكعبة يدعون الله تعالى أن ينصره وبالفعل خرجوا قبل أن يخرجوا إلى بدر خرجوا إلى الكعبة أو جاءوا إلى الكعبة وكان من دعائهم اسمعوا يا إخوة كان من دعائهم اللهم انصر أهدى الفريقين وأحب الجندين وأعز الفريقين أو أعز الفريقين وأحب الجندين وأهدى الحزبين. من هم أهدى الحزبين؟ من هم أعز الفريقين عند الله تعالى؟ فقال الله لهم إن تستفتحوا يعني تطلبون الفتح فقد جاءكم الفتح بما دعوتم يعني أهدى الحزبين أهدى الفريقين أعز الجندين أحب الفريقين إلى الله تعالى هم محمد صلى الله عليه وسلم وجنده. والله يا إخوة أنا أقول نستبشر الآن وقد ادعى عدونا أنه هو حزب الله حاشا أبدا والله يا إخوة لا يكون هؤلاء الظلمة هؤلاء القتلة هؤلاء الذين يسفكون الدماء ويغتصبون الأعراض وينتهكون الحرمات لا يكونون حزب الله. حزب الله هم من يحملون شريعة الله ويتقون الله فيما حرم الله. نعم يا إخوة نقول لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. من الدروس يا إخوة ومن الآيات وكأنها تتنزل الآن لواقعنا ومعركتنا بالمناسبة ليست فقط على أرض سوريا
بل هي في سوريا وفي مصر وفي كل أرض إسلامية تسعى شعوبها للتخلص من المؤامرة، للتخلص من الظلم، للانعتاق من هذا الطاغوت. نعم يا إخوة، اسمعوا إلى قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. ما تزعلوا، ربنا يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه يا إخوة بشارات ووعود من الله تعالى لا نشك فيها، وستتحقق كما وعد الله تعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تابع معي أخي الكريم أختي الكريمة، قال: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم يا إخوة، مليارات تصب على هذه الأنظمة المجرمة لتقمع هذه الشعوب التي خرجت تريد الحرية، خرجت تريد أن تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. حالنا كحال أولئك النفر الصالح رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم يا إخوة، هذا حالنا. فإذا الذين كفروا سينفقون هذه الأموال لكن لن تحقق الغرض الذي أرادوه، وسيردون خائبين خاسرين إن شاء الله تعالى. في ثنايا السورة يا إخوة دروس تؤكد أن الله سبحانه وتعالى قدر اللقاء وقدر المعركة ودبر لها. قال: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يصور الله سبحانه وتعالى كيف كانت المعركة وكيف سيق كل فريق إلى أرض المعركة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا يريدون القافلة، كفار مكة خرجوا يريدون حماية القافلة. طيب القافلة نجت، ليجد جيش المسلمين نفسه وجها إلى وجه أمام جيش الكافرين ويكون اللقاء. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن ذلك: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أمر قدره الله تعالى، إذن لا بد أن يكون. أنا أقول يا إخوة في واقع ثورتنا هذه كم جبنت الشعوب، كم تخاذلت، كم تقاعست عن الوقوف في وجه هؤلاء الظلمة حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الثورة، وابتدأت بأسباب لا تتوقع، بأهون الأسباب، لكن الله تعالى أرادها. انظروا يا إخوة الدرس التالي في السورة ذاتها، وأنا أسميه هنا درس الإغراء. الله تعالى يغري الطرفين ببعضهما. اسمعوا للآيات: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جيش الكفار قليلا، رأهم في المنام، ومتوقع أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بذلك، ليكون هذا من باب التثبيت والتأييد لهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. تأتي الآية التالية: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أنا أخواني قد أفهم الشق الأول: يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أن تروا جيش الكافرين قليلا، لكن أنا أستغرب الشق الثاني: ويقللكم في أعينهم. قد يتبادر إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد تأييد المؤمنين وإرهاب الكافرين أن يكثر جيش المسلمين في أعين الكافرين، لكن الآية بتقول ويقللكم في أعينهم. معنى ذلك يا إخوة أن الله تعالى أراد فعلا أن يغري الطرفين ببعضهما، ولو كان الإغراء من طرف واحد لربما فر الطرف الثاني ولم يقاتل. الله تعالى يريد أن يكون قتال، وأقول في واقع ثورتنا الله تعالى أغرى هذا النظام المجرم بهذا الشعب البريء الأعزل، وأغرى هذا الشعب المغلوب على أمره بهذا النظام. ربما بعد أن رأى الشعب السوري أمامه تجارب تونس ومصر وليبيا وهكذا، فتحرك هذا الشعب.
لماذا؟ الله تعالى يقدر، الله تعالى يدبر، الله تعالى يريد أن يكون هذا اللقاء، يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشوكة ليقطع دابر الكافرين، ليحطم رؤوس الإجرام في هذا البلد وغيره إن شاء الله تعالى. من الدروس في هذه السورة توجيهان ربانيان لا نستغني عنهما في معركة، وهما يلخصان المطلوب في كل معركة. أحد هذين التوجيهين نهي والآخر طلب. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. إخوانا إذن لا تنازعوا فتفشلوا، سبب أساسي في الفشل والضعف أو الانهزام أو تأخر النصر هو التنازع، وهذا نتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية هذا كل من كان سببا في التنازع والتفرق، سواء كان من القواد في الميدان أو كان من الداعمين الذين يتسببون في تفريق كلمة هؤلاء المجاهدين والثوار في الميدان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هو الإعداد؟ الإعداد في أول أمره إعداد الفرد المقاتل، وهو إعداد مادي بدني، وإعداد إيماني أخلاقي تربوي، كل هذا مطلوب. ومن الإعداد أيضا أن تكون هناك خطة واضحة متعددة المراحل، خطة متكاملة، لا أن يكون العمل عشوائيا أو فوضويا ها هنا أو هناك. ومن الإعداد المطلوب أن يكون التنسيق بين جميع المقاتلين والثوار على هذه الأرض حتى يتكلل سعيهم بالنجاح والنصر إن شاء الله تعالى. في أواخر السورة تقريبا يأتي قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم تأتي الآية بعدها مباشرة تقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أخوانا العلماء فهموا من هذه الآيات أن هناك رخصة للمجاهد أن يفر أمام 3 أو 4 أو 5، لكن ليس له أن يفر أمام 2. أخوانا مع احترامنا لهذا الفهم أقول ليست العبرة بالعدد كأفراد لاختلاف الوسائل والإمكانات في هذه الأيام، لكن يمكن أن نقول ليس له أن يفر أمام قوة بمجملها تساوي ضعفي قوة الجيش المسلم. ومع ذلك أنا أفهم من الآيات أن الآية الأولى ربما تشير إلى أحوال على المسلم أن يثبت فيها أمام أضعاف القوة التي استطاع المسلمون أن يؤمنوها، بمعنى آخر يا إخوة أن بعض المعارك قد تفرض علينا ولا خيار لنا فيها إلا أن نثبت، وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا بالإمكان أن يثبت فعلا واحد أمام 10. بل ثبت يا إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم صمدوا الواحد أمام 70، وأنا أتكلم هنا عن غزوة مؤتة، كان عدد جيش المسلمين 3000، صمدوا على الأقل إلى أن تمكنوا من انسحاب أو محاولة استدراج جيش الروم، صمدوا، فكان الصمود صمود 3000 أمام 200,000 من الروم وحلفائهم، وقدر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القلة أن يحققوا الغرض الذي لأجله بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة. فإذا يا إخوة قد تفرض علينا معركة لا خيار لنا فيها، وأنا أقول هذه المعركة من هذا النوع لا خيار لنا أن ننسحب أو أن نتراجع أو أن نفتش عن الرخص، وإن كان هناك ما يسمى الرخصة الجزئية في معركة جزئية عبرت عنها الآيات في سورة الأنفال ذاتها، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. لكن في الجملة يا إخوة هذه معركة الأمة، والشعب السوري طليعة للأمة في هذه المعركة. لا خيار للشعب السوري في هذه المعركة إلا أن يمضي فيها إلى نهايتها، ونسأل الله تعالى أن يعجل بنصر وفرج قريبين، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر مع حلقة أخرى من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، والشكر أيضا للإخوة في قناة حلب اليوم.